بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم. أعضاء نادي مهندسي الأردن، اليوم إن شاء الله بنفتح دورة جديدة بموضوع مهم، يمكن موضوع مهم هو موضوع أخذ من وقتنا، أخذ من تفكيرنا إنه كيف بيشتغل هذا الموضوع. هذا الموضوع هو البي آي إم، اللي هو البيلدينج إنفورميشن موديلينج، وموضوع حقيقة جميل جدا، بيساعد على اتمام الاعمال، بيساعد على المونيتورينج اند ايفالويشن للبروجكت. فبالتالي الموضوع مثل ما وعدتك، اول ما بلشنا نعمل الكورسات وعدتكم في دوره بخصوص البيلدينج انفورميشن موديلينج باستخدام برنامج سينكرو برو. اليوم رايحين نبلش ان شاء الله في هذه الدوره. لابد من مقدمه عن البي اي ام لحتى نفهم انه شو هو البي اي ام، بشو ممكن يخدمنا، شو تعريفاته، شو مفهومه العام، لحتى نعرف انه بشو ممكن يساعدنا، وين ممكن اني استخدمه. الان هذا الانترودكشن البسيط راح نقسمه على محاضرتين لحتى انه ما نطول عليكم. الان بي اي ام هو اختصار ل Building Information Modeling، تمام؟ هو its impact and benefits on architectural and construction and engineering industries. الآن البي اي ام بيخدم جميع القطاعات الهندسية، اللي هي حيثما يوظف بيخدم المهندس أو بيخدم القطاع الهندسي الذي يوظف فيه. الآن what is a BIM؟ What is BIM؟ BIM is a process of generating and managing building data during its complete life cycle from conceptual design through operation of the building. Building information modeling is an integrated workflow that enables architect, engineer, and builders to explore a project digitally before it is built. شو معناها؟ BIM هو مجموعة عمليات. هاي العمليات هي integration and generating لحتى إنه أشوف المبنى أو أشوف المنشأ أو أشوف المشروع تبعي من A to Z بكل ما يتعلق من القطاعات الهندسية أو بكل ما يتعلق بالخصائص الهندسية قبل ما أني أبلش وين؟ قبل ما أني أبلش في بنائه على أرض الواقع. بمعنى الآن مثلا أنا بدي مشروع أعمل إسكان أو أعمل مبنى، أعمل أي مشروع ممكن يخطر على بالنا كمهندسين مدنيين أو إنشائيين. الآن هاي البروسيس أو موضوع البي آي إم بخدمنا لحتى نعرف أنه طبيعة هذا المنشأ كيف راح يصير على أرض الواقع، من حيث التنفيذ، من حيث الإيفاليويشن إله، من حيث اللي هو الدايمنشن إله اللي رايحين نتعرف عليها، اللي راح يزودنا فيها البي آي إم. بالتالي هي موضوع، هي البيم بيساعدنا على التعرف على المنشأ تبعي قبل ما أبلش تنفيذه. طيب السؤال الأهم، هل إنه البيم بيساعدنا فقط على التعرف على المشروع قبل عمليات تنفيذه قبل التنفيذ، ولا بإمكانه إنه أثناء التنفيذ إني أعمل monitoring and evaluation للمشروع؟ البيم من خصائصه أيضا إنه before construction and during construction. شو يعني before construction؟ إنه بإمكاني أتعرف على المشروع تبعي من حيث الجدول الزمني، من حيث طبيعة المنشأ، موقع المنشأ، طبيعة سير الأعمال التي سيسير بها أثناء التنفيذ، تمام؟ شو ممكن العوائق اللي راح اتعرض لها، او الريسك مانجمنت بلان اللي او الريسك، خلينا نحكي، اللي راح اتعرض له لحتى اني اعمل له ريسك مانجمنت بلان. الان طيب ديورينج التنفيذ، هذه بيفور التنفيذ او بيفور الكونستراكشن. ديورينج التنفيذ اللي هو خلال التنفيذ، من خصائص البيم انه بيعمل لي مونيتورز اند ايفالويت خلال التنفيذ. من حيث الآن البيم هو بيعتمد على دايمنشن. شو هي الدايمنشن؟ اللي بيعتمد على النموذج المنشأ بالإضافة لجدول زمني، نتيجة ربطهم مع بعضهم بإمكاني إني أعمل مونيتورينج أند إيفالويشن لمين؟ للكوست، للفيسابيليتي، للريسك اللي ممكن تواجهني، ممكن السستينابل، ممكن للإنيرجي، ممكن 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 إتسترا، مثل ما راح نشوف لاحقا. بالتالي البيم بيفيدني اللي هو before construction and during construction. بمعنى آخر، بدون أي معقدات، البيم بيساعدني على تخيل مراحل تنفيذ الأعمال بكل محاور. طيب BIM is evolution not a revolution.
البيم هي عبارة بصراحة البيلدينج انفورميشن موديلينج هي عبارة عن ثورة معلوماتية بتساعد المهندسين على مراقبة والتحكم بالأعمال. The creation and use of coordinated internally consistent computable information about building project in BIM. BIM is a modern technology and associated set processes to produce, communicate and analyze building models, digital representation of building components that follows parametric rules which can. كل هاي مقدمة عن فوائد البيم عن مقدمة البيم. الآن شايفين الرسمة التوضيحية اللي هي أنا بسميها أو سميتها اللي هي Life Cycle of BIM. لاحظوا البيم بشو بتعلق؟ بالديزاين، بالبيلد، في الأوبريت، بمعنى مراحل التصميم، مراحل الإنشاء، مراحل التشغيل. فالبيم بيربط هذول الثلاثة مع بعض اللي هي مراحل التصميم مع مراحل التنفيذ بالإضافة لمراحل التشغيل. طيب بشو ممكن إنه يتعلق في هذا البيم؟ أو بشو ممكن إني أستفيد من البيم كمهندس إنشائي أو كمهندس إن جنرال؟ بيعطيني documentation about البروجكت تبعي، بإمكاني على الفابريكيشن كوانتيتي إلى آخره، construction 4D وال5D راح نتعرف عليها من حيث الكوست أند ديوريشن أو التايم، construction logistics اللي هي logic sequences of activities، operation and maintenance اللي هي after finishing of building، renovation اللي هي كمان اللي بخصوص البيل بخصوص الاوبريشن، عندي conceptual design اللي هي بخصوص اللي هي architectural and conceptual view للbuilding، عندي detailed design اللي هي بخصوص مرحلة الديزاين تبعي، عندي الاناليسيس بخصوص مرحلة الديزاين. تمام. الان BIM is a digital representation of the complete physical and function characteristics of a built assist. تمام. Asset. A BIM model can contain information on design, construction, logistic, operation, maintenance, budget, schedule. إذا من هاي النقطة نستنتج إنه البيم راح يزودني أو بإمكاني إني أخليه يخرج إلي أو البيم بيربط لي هذول العناصر مع بعض. شو هي العناصر؟ اللي هي الديزاين، الكونستراكشن التنفيذ، اللوجيستيك اللي هي logistic sequences of construction activity، operation اللي هي التشغيل، maintenance اللي هي الصيانة، اللي هي operation and maintenance، عفوا operation اللي هي after finishing of construction، maintenance اللي هي after operation أو during operation، budget اللي هي during and before and after، building construction، schedules اللي هي during and before construction. تمام. الآن Building Information Modeling Workshop Users. الآن Building Information Modeling شو بهمني أو شو هي القطاعات اللي ممكن إني أشتغل فيها؟ أول شيء Facility Manager والـ Owners. بشو بهمه الـ Facility Manager أو الـ Owners أو بسموه في الـ PMP هي الـ Stakeholders of BIM. Stakeholders of BIM مين هي المعنيين في موضوع الـ BIM؟ اللي هي الـ Facility Manager Owners. الـ Owners بهمه إيش؟ بهمه الـ Budget and بهمه الـ Time. بالتالي الـ BIM مثل ما قرأنا فوق هو بيعرفني أو بيساعدني على التعرف على المدة الزمنية، على شيء بسموه الكلاش. الكلاش اللي هي المعارضات أو المتعارضات between the sector of engineering المتعلقة في هذا البيلدينج. الأرشيتكتس اللي هي بخصوص الconceptual design، عند civil engineering بخصوص أيضا بخصوص الconstruction and design، عند structural engineering بخصوص الديزاين، MIB System Engineering اللي هي بخصوص الإلكتروميكانيك ديزاين، Builder Fabrication اللي هي بخصوص الكونستراكشن ميثود اند سيكونسز. تمام. الآن في عندي شيء بسموه Drawing AutoCAD BIM اللي هي شو هو الفرق ما بين، خلينا نصغرها بس السلايد، اللي هي شو هو الفرق ما بين الكاد العادي اللي هي الأوتوكاد العادي مع الـ 3D BIM اللي هي البيم اللي هو مجموعة أو خلينا نحكي التايد بروجرام أو التايد ميثودولوجي فور ماني سوفت وير ذات، خلينا نتكلم ذات ريليتد تو architects and structural engineer. ذن خلينا نحكي إنه المونيتورينج أند إيفاليويشن ديورينج البروجكت كونستراكشن. الآن الكاد هو بيعطيني 2D drawing، شو خصائصه أو شو سلبياته؟ الكاد اللي هو الاوتوكاد اللي هو 2D بيعطيني اول شيء 2D drawing lack of coordination all provide less information. يعني الكاد هو عباره عن برنامج رسومات لا اكثر ولا اقل 2 dimension. طيب شو هو ال3D BIM؟ ال3D BIM
هو عبارة عن 3D representation لأنه بيعتمد، راح نشوف لاحقا شو هو البرامج اللي بيعتمد عليها أو شو هي آلية عمل البيم. 3D BIM اللي هي 3D representation of instruction improve productivity and reduces duplication of work. 3D BIM احنا حكينا في بداية تعريفه أو مقدمة عنه إنه بيساعدني على تخيل الأعمال أو متابعة الأعمال before، قبل تنفيذها أو البدء بها أو الشروع في البدء فيها وين في الموقع. بالتالي هو بيعطيني 3D اللي هو 3D representation يعني اللي هو مبنى models 3D. ثانيا بيربط لي مع البرودكتيفيتي اللي هي بخصوص السكجول بلاننج والامور هاي، اند ريديوس الدبليكيشن اوف ورك اللي هي الشيب سموه في البيم اللي هي الكلاش. تمام كلاش. ادفانسد بيم كلاود بيست بيم ابلكيشن اند بيم انيبلد موبايل ابلكيشن بيتر اكسس تو انفورميشن. الان البرنامج اللي اخترته انا صراحه اللي هو سينكرو برو، رايح افرجيكم من الشركه الصانعه ان شاء الله في المحاضره القادمه، من الشركه الصانعه كيف انه بامكاني اثناء العمل عاملين تطبيق على الموبايل بحيث اني اقدر اتابع المشروع من حيث الموديل مراحل التنفيذ وربطه مع السكجول بلاننج بحيث اني اتابع هذا الموضوع. طبعا كل هذا الكلام انه انا عارف انه لغايه الان مش متخيلينه، لكن بدي افتح نبذه معينه. هذا هو برنامج السينكرو برو. تمام هذا هو برنامج السينكرو برو، هو بيتعلق ببرنامج زمني بيرتبط مع الثري دي موديلينج، بعدها بصير له مجموعه ريبورتينج او مجموعه كرايتيريا لحتى انه استفيد من حيث انه هو ال 4D and 5D and 6D اللي هي بيزودني فيها البيم اللي راح نتعرف عليها في المحاضره اللاحقه ان شاء الله او في محاضره اليوم من الانترودكشن تو بيم. تمام طيب الان وات ديفرنشيتد the two technologies computer aided design or drafting both 2D and 3D with emphasis on computer aided graphic information. هاي هي الفرق ما بين ال 2D وال 3D. ال 2D احنا حكينا هي عباره عن فقط 2 dimension x y. الان بالنسبه لل 3D بيم اللي هو استخدموا فيه او بنستخدم فيه الجرافيك انفورميشن اللي هي building information modeling or management only 3D with emphasis on information. طيب الآن depth of information اللي هي سميتها اللي هي need of BIM اللي هي احتياجات البيم. depth of information contained within BIM enables a richer analysis than traditional process and it has a potential to integrate large quantities of data across several disciplines throughout the building life cycle. معناها البيم هو موضوع، هذا الموضوع بيحتاج أو عفوا بيحتوي على معلومات، هاي المعلومات هي تتعلق في صلب وجوهر المشروع من جميع جوانبه ابتداء باللايف سايكل تبعه وانتهاء باللايف سايكل تبعه. ابتداء باللايف سايكل اللي هي الديزاين وانتهاء اللي هي المينتنس. طبعا هاي drawing based processes versus BIM processes اللي هي شو هي العمليات الداخلة في موضوع البيم بروسيسز والعمليات اللي كانت تدخل في موضوع الدراوينج بيست بروسيسز اللي هي الكاد فقط لا غير واستخدام المانيوال تايد فور دراوينج او فور بروجكت. تمام طيب الان هاي مقارنة بسيطة ما بين البيم، انه لما انا استخدم البيم او استخدم الكاد العادي، برامج الكاد العادي مثلا بدي اطلع سكيماتيك اللي هي ال 3D كمان اللي هي مثلا كات اورز تقريبا 190 اورز في البيم، اورز 90 ساعه تقريبا الثلث، اورز سيف انا وفرت 100 ساعه. طبعا هاي المقارنه هي من شركات عالميه او من صفحات عالميه، لكن انتم بتقدروا انه يعني هي هاي الفائده من هذا التيبل حبيت ارفقه حتى نعرف انه موضوع البيم بيوفر لي وقت ما بين بقيه عن باقي البرامج، لانه موضوع البيم هو ليس برنامج وانما هو تايد، هو tied between a group of software to get or to obtain or to provide some information, some reports للبروجكت تبعي. طيب الان controlling risk by enhancing agility, enhanced decision making, improving quality with digital prototyping. الان هاي الفائدة من البيم ايضا لاصحاب الديسيجن ميكينج، لانه رايحين نشوف مثل مثلا هون
الآن في لما نبلش نشتغل على هذا البرنامج ونشوف مراحل اللي هي لما نربط البرنامج الزمني مع الموديل ونشوف شو في كلاشز، شو في كونتربتد او انتربتد بتوين الاكتيفيتيز، راح يساعدني في الديسيجن ميكينج او كاز ديسيجر از ديسيجن ميكر، يساعدني لحتى اني اتخذ القرار المناسب في حل المشكله او في الغاء مشكله او في التعرف على المشكله بشكل عام. بالتالي هو موضوع البيم هو كنترولينج للريسك مانجمنت، او عفوا كنترولينج للريسك ممكن تواجهني، بيساعدني بيساعد الديسيجن ميكر لحتى انه يتخذ القرار تبعه. امبروفينج كواليتي وذ ديجيتال بروتوتايبنج اللي هي بتزيد من اللي هو الكواليتي تبع تنفيذ المشروع. الان هون انتر بروبابيلتي انتر اوبريبيليتي ورك فلو موديل هي كيفيه مسار او كيفيه مسار البيم في نمذجة المعلومات. هاي راح نشوفها في هذا الموضوع اللي هي ابتداء مثل شفناه بالسايكل اللي فوق اللي احنا عاملينه، اللي هو ابتداء من موضوع الديزاين وانتهاء بموضوع الابريت. ببلش بالديزاين طبعا اني سوفت وير، البيلد اللي هي اني سوفت وير ذات ريليتد تو ذا بيلدينج اوبريشن. الان الاوبريت اللي هي بخصوص المينتنس اند رينوفيشن اور لوجيستيك اور مينتنس وات ايفر. الان هاي اللي هي بخصوص البرنسبل اوف بي اي ام از بير، خلينا نحكي الورد وايد، حول العالم كيف بتعرفوا على موضوع البيم او كيف عرفوا نموذج البيم بخصوص مثلا الفيدريتد موديل. هون الموديل تبعي الان شو هي عناصر المتعلقه في البيم. مثلا عندي هون البيلدينج اونر، يعني خلينا نحكي انا بسميها هاي اللي هي مش فيدريتد، اللي هي بسموها الستيك هولدرز، من اللي هي الستيك هولدرز المعنيين في موضوع المشروع والبيم. عندي بيلدينج اونرز اللي هي متعلق ايضا في الموديل تبعي، بالاضافه للكونتراكت اند سب كونتراكترز، الميب انجينير اللي هي الكتروميكانيكال ستراكشرال انجينير اركيتكت. اذا في بساطه شديده لحتى ما نطول عليكم في الكلام، موضوع البيم هو موضوع رابط وشامل ما بين الاونر، ما بين الكونتراكتر، ما بين الانجينيرز في جميع الفيلد المتعلقه في تنفيذ المشروع. تمام، هاي تقنيه بسموها البيم كلاود، ان شاء الله راح نتحدث عنها لاحقا. هون كمان تعريف للبيم، انه البيم مين الممكن يستفيد منه، اللي هي كمان حكينا عن الممكن اللي هي الستيك هولدر في البيم، اونرز، اركيتكت، ميكانيكال انجينيرز، الكتريكال انجينير، كونستراكشن مانجر، سيفل انجينير، انتيريال ديزاين كونتراكترز. البيم هو موضوع شامل، بما انه احنا حكينا في اول صفحه حكيناها او في بدايه الانترودكشن انه البيم بيخليني اتخيل واشوف المشروع قبل التنفيذ، وايضا اعمل مونيتورنج اند ايفالويشن اثناء التنفيذ. بالتالي هو كل مهندس او كل معني في تصميم المشروع او في المشروع راح يهم موضوع البيم، او راح يدخل او راح يحتاج معلومات من موضوع البيلدينج انفورميشن موديلينج. تمام، هاي بالنسبه ل هو كان تيك ادفانتج اوف بيم، مين ممكن يحصل ايجابيات من البيم. مثلا الفاسيلتي مانجر، الاونر، جنرال كونتراكتر، اركيتكت، ستراكشرال انجينير، ديتيلر، ميكانيكال، فابريكيتر، سايت مانجر، اريكتر، واتيفر، مين يعني اي شخص معني في المشروع او بتعلق او له اي ريليشن سواء من بعيد او من قريب في المشروع، هو ممكن يستفيد من موضوع الادفانتج تبع البيلدينج انفورميشن موديلينج. الان هاي احصائيه اللي هو شود بروفايد بيم تو ذا اونر. الان مين الممكن انه يزود البيم، او من مين مطلوب موضوع البيم للاونر، يعني مين الممكن. الان احنا كمهندسين، يعني احنا كمهندسين مين منا اللي بده او اللي لازم يزود موضوع البيم للاونر. هون في عندي نسب تقريبا، في عندي هون الاركتكت او الانجينير، سواء انجينير الكتريكال، ميكانيكال، ستراكشرال، سيفيل، اركتكترال، له تقريبا 35% من موضوع البيم لازم يقدمه للاونر. في عندي الكونتراكتر 31% نسب، انه ممكن ملزم بنسبة 31% حتى المقاول ملزم بنسبة 31% لتقديم البيم للأونر. عندي التكنيشن اللي هو 18%،
الكوميشنينج ايجنت اللي هو 13%، سوبرفايزر 3%. هاي طبعا هي احصائيه هي عالميه بناء على الشركات اللي بتتعامل في موضوع البيم. نيجي الان على موضوع الاهم اللي هو موضوع وات از، اللي هو الدايمنشن اوف بيم، اللي هو 3D 4D 5D 6D and 7D. هاي الديز او الدايمنشنز الموجودات في البيم او اللي ممكن انا استفيد منها في البيم. اول شيء ليش سموها دي؟ سموها دي اللي هي بعد، بمعنى انه بالبيم احنا تعرفنا عليه، وبرجاء تفهموني في موضوع البيم. البيم موضوع هو رابط، او هو القلب الرابط لمين؟ لجميع انحاء جسم المشروع. تمام، خلينا نفهم موضوع البيم Building Information Modeling اللي هي بنفس هذه الوردة، هو القلب الرابط لجميع انحاء المشروع. جميع انحاء المشروع حسب according to information required راحوا سموا لي ايش؟ راحوا سموا لي هاي الاقسام بموضوع شيء بسموه dimension. راحوا طلعوا لي 2D 3D 4D 5D 6D 7D. طيب الان خلينا نتعرف عليهم. شو هي ال 3D؟ ال 3D هي 3D building representation for a perfect visualization. ال 3D اللي هو بخصوص نمذجة المبنى ثلاثي الأبعاد. إذا اتفقنا، إذا ال 3D اللي هو نمذجة المشروع أو نمذجة المبنى بثلاثي الأبعاد XYZ. طيب شو هو ال 4D؟ Construction phases linked to the construction planification generating and animated model. شو معناها؟ 4D اللي هي ربط هذا ال 3D models مع البرنامج الزمني للمشروع وعمل انيميشن له، بحيث اني اشوف كل اكتيفيتي موجوده في البرنامج الزمني طبيعتها وين بال 3D. بمعنى ال 4D هو مثلا اربط هذول الاكتيفيتي، هذا هو البلاننج. تمام، هذا هو البلاننج وين عامله في البريمافيرا ام اس بروجكت وات ايفر. الان بدي اربط كل اكتيفيتي مع مين؟ مع الاجزاء المتعلقه فيه وين؟ بال 3D موديل. بعدها بدي اعمل انيميشن. الانيميشن شو؟ الانيميشن هو عباره بيتحرك وين؟ بيتحرك في البرنامج الزمني مباشره، كل ما يتحرك شيء بينعكس وين؟ على ال 3D موديلز. بالتالي هذا الجزئيه بسموها ال 4D. اذا ال 3D هي الريبرزنتيشن للبروجكت فيجواليزيشن اللي هي 3D موديلز، 4D اللي هي ربط ال 3D موديلز مع البلاننج سكيدجول. طب شو هو ال 5D؟ introducing cost into the model. بمعنى الان 3D هو بخصوص الاركتكت فيجواليزيشن، بمعنى اللي هي موديل 3D فقط اني اعمل نمذجه 3D. الان 4D ربط النموذج الثلاثي الابعاد مع البرنامج الزمني. ال 5D اللي هي ربط ال 3D مع ال 4D، ربط المودلز مع الفيزز لينكينج اللي هي مع البلاننج سكيدجول، مع مين؟ مع الكوست فور ايتش اكتيفيتي. فبالتالي انا حصلت على مين؟ على شيء بسموه 5D. اذا نعيدهم، البيم الدايمنشن فور بيم، 3D اللي هو 3D فيجواليزيشن، ال 4D اللي هي ربط النموذج الثلاثي الابعاد مع البرنامج الزمني، ال 5D اللي هي ادخال موضوع الكوست على ال 4D. تمام. طيب الان نيجي على 6D. شو هو 6D؟ 3D project database that allows info search and management necessary for facility management. اذا 6D هي عباره عن ايش؟ هي عبارة عن facility management. الآن إحنا أخذنا جوهر المشروع في 3D 4D 5D، الآن بدي أبلش facility management بال 6D. طيب شو هو 7D؟ 7D اللي هي بما إن أنا حصل عندي visualization للبيلدينج اللي هي 3D models، ربطته زمنيا وربطته cost وحصلت عليه management للfacility. الآن لازم 7D شو أعمل لها؟ أعمل quantity take off accuracy structural analysis energy solar radiation sustainable design analysis etc. بمعنى الان بال 7D لازم اني احصل ايش؟ لازم اطلع التقارير النهائيه او الوثائق النهائيه للمشروع من حيث مثل اللي هي quantity take off اللي جدول الكميات بشكل دقيق، structural analysis اللي هي التحليل الانشائي، energy اللي هي طاقه المبنى، solar radiation اللي هي الاشعاع الحراري، sustainable اللي هي بخصوص كمان اللي هي الانرجي سستينبل، والديزاين اناليسيس اتسترا. اذا الان 3D 4D 5D 6D and 7D
في البيم تعرفنا شو مفاهيمهم بكل بساطة، تمام؟ طيب الآن نشوف هذا التابل. التابل هذا بيحكي فيه 3D 4D 5D Architectural رمزنا لها في A، Structural في S، Mechanical Electrical and Plumbing ME رمزنا لها، Time Planning and Construction Simulation W، Cost Capital Life Cycle and FM BQ. إذا لاحظوا موضوع الـ 3D Architectural Structural Mechanical Electrical Plumbing. ليش بمعنى هذول الثلاثة اللي هي الـ 3D اللي هي النمذجة لا أكثر ولا أقل. تتذكروا متابعينا في دورة الريفت إحنا نمذجنا مبنى لا أكثر ولا أقل، فممكن أخذ النموذج as a 3D سواء كان Architectural Rivet Architectural أو Structural أو Mechanical Electrical Plumbing اللي بسموها MIP. طيب الآن نجي لموضوع الـ 4D اللي هي W رمزها Time Planning اللي هي ربطنا إحنا المودلز مع مين؟ مع Time أو مع Schedule Planning. Time Planning and Construction Simulation فبالتالي أنا دخلت وين في موضوع الإدارة. الآن 5D موضوع الكوست دخلته على مين؟ على الـ 4D، تمام؟ إذن هذه بكل بساطة موضوع الـ موضوع الدايمنشنز ان بيم. طيب الان وركينج كولابوريشن اللي هي مجالات التعاون في البيم او البيم شو بربط لي. احنا بما انه اتفقنا ان موضوع البيم هو القلب النابض للمشروع اللي بيربط كافه اجزاء المشروع او اعضاء المشروع مع بعض، شوفوا الاستراكشرال تغذيه راجعه للاركتكتشرال وهكذا. الميب كذلك الموضوع اللي هو موضوع ال 3D نزل لي هون على الكيو اس كوانتيتي سيرفي مع البروجكت مانجمنت، نزل لي على المين كونتراكتر اللي هي لغايات التنفيذ للكوست اند سب كونتراكتر، هون لكلاينت اند اف ام اللي هي فيزابيليتي مانجمنت اللي هي البعد ايش؟ ال 6D، تمام؟ طيب الان انفورميشن از ادد تو ذا سيم موديل از ذا ديزاين بروجريس اللي هي ديزاين بروجرام، ديزاين بروجرام تمام، موديلنج بروجرام، اذر بروجرام فور اذر سيكتور. اذا الان هي عباره عن ايش؟ عبارة عن الموجودات هون هذول الثلاثة تكلمنا عنهم، الثلاثة Structural Architect Map اللي هي طبيعة القطاعات الداخلة في تنفيذ البيم أو في الاستفادة من البيم. فمثلا أنا بدي أعتبر نفسي Structural مع Architect مع Map، تمام؟ الماب اللي هي Mechanical Electrical Plumbing. الآن الديزاين بالنسبة للStructural هو المطلوب مني Analysis and Design Program، أني Design Program and Analysis Program. الArchitect مطلوب منه يعمل لي موديلينجز، والميكانيكال هي الميكانيكال الكتريكال بلومبينج مطلوب مني يعمل لي يزودني بمعلومات بخصوص الموديلز تبع مشروع. الان بننزل تحت اللي هي هذه احنا عباره عن 3D، اذا اول فيز هو 3D. هون ننزل لل 4D داتا انريتشمنت كوانتيتي اكستراكشن، تمام؟ اللي هي the coordinator can merge the separate file by converting to IFS common the format. هون بنتكلم عن طبيعة انه اذا عملت انا الموديل 3D كيف راح يدخل في موضوع البيم، راح نتعرف عليه في لما نبلش في شغل في موضوع السينكرو. هون design build contractor can add supply chain information، هاي بخصوص اللي هي ال 5D 6D خصوص الـ Feasibility Management. الآن الـ Client owns the completed BIM and amends with refurbishment and adaption اللي هي بخصوص اللي هي الـ 7D and الربط ما بين الـ Feasibility Management، لأن موضوع في الـ Feasibility Management بيدخل فيه الـ Client وبتعلق فيه وبيتعلق في موضوع اللي هو 7D اللي هو document final document بخصوص take off structural analysis إلى آخره. الآن هاي بخصوص الورك فلو تبعت الورك فلو أو الفلو اوف ورك أو الورك فلو لمين للبيم. كل هاي عبارة عن فلسفة البيم، فبالتالي إحنا مش بحاجتها أو هيك مطلوب منا إن نفهمها. أنا اللي بهمني إنكم تفهموا هاي الدائرة أو هاي الرسمة التوضيحية، تفهموا شو يعني 3D 4D 5D 6D 7D و 2D، تفهموا اللايف سايكل تبعت المشروع انه شو يعني البيم هو عبارة عن القلب النابض او القلب الرابط لمين؟ لأجزاء المشروع.
الآن uses of BIM 360 collaboration and access clash detection اللي هي استخدامات البيم أو شو ممكن يزودني البيم في المعلومات. clash detection and coordination clash detection اللي هي تداخلات العمل أو انقطاعات العمل بسموها. and coordination اللي هي التنسيقات. conceptual design and feasibility evaluation اللي هي design بخصوص اللي هي الarchitect and feasibility management plan. الفيلد مانجمنت اللي هي بخصوص الكونستراكشن بروسيس. عندي هون بخصوص السيميوليشن للميكانيكال سيميوليشن او شو ممكن اني اعمل سيميوليشن ديورنج البي ام 360 اللي هي اير فلويد فلو اند ثيرمال كومفورت انرجي اناليسيس ستراكشرال اناليسيس اند ميكانيكال سيميوليشن. هاي بالنسبه للسيميوليشن اللي ممكن المحاكاه اللي ممكن اعملها من خلال البي اي ام. الفيجواليزيشن اللي هي بخصوص الريندرينج لان احنا نتعامل مع 3 دي موديل. الكلاش كلاش ديتكشن اللي هي بتلاحظوا انه وين في عناصر او تداخلات القطاعات الهندسيه مع بعضها البعض. فمثلا يعني انه بيعطيني مثلا عندي هذا الجزئيه هون متداخله مع هاي فهو شيء غير منطقي مثلا. تمام، فهذا بسموه كلاش ديتكشن. بيساعدني البيم على انه اني اتعرف عليه. هذا بيساعدني كمان على اداره اللي هي خلينا نحكي الريسك مانجمنت بلان. عندي الفيجواليزيشن اند ريندرينج اللي هي بخصوص الاظهار المعماري او الاظهار النهائي للمشروع اللي بخصوص ال 3 دي موديلنج. تمام، الان نتكلم عن شوف اذا في وقت حتى نخلص الانترودكشن الان. الان شو هي ال 3 دي سوفت وير يوزد ان بيم؟ شو هي البي او السوفت وير اللي ممكن استخدمها او اني بقدر استخدمها لموضوع البيم؟ طبعا البيم بما انه احنا حكينا عن قلب نابض فبالتالي هو برنامج مفصول او برنامج خارجي بيربط برامج الهندسه العامه سواء كان ميكانيكي مدني معماري وات ايفر مع مين؟ مع البرنامج الزمني. فبالتالي انا بحاجه لبرنامج خارجي لحتى اني اربط هذول المعلومات مع بعض وبعد استفيد من تقنيه البيم. الان بخصوص ال 3 دي سوفت وير يوزد ان بيم، بخصوص الطرق يعني نحكي عن الهندسه المدنيه بامكاني استخدم موضوع سيفل 3 دي اند الانفرا وورك. طبعا الهاي واي بروجرام بالاضافه للانفراستراكشر بامكاني استخدم سيفل 3 دي اند انفرا وورك. اهم شيء انهم بزودوني في موضوع 3 دي موديلز انه يكون الموديلز على شكل اي اف سي. طبعا بامكاني استخدم 3 دي ماكس على فكره بس بغلب شوي. ستراكشرال بروجرام بخصوص التحليل مثل الريفيت مثل الروبوت مثل الاي تابز. الريفت بصراحة هو برنامج صراحة في الستركتشر هو مفيد جدا خصوصا في البيم، وانا راح استخدم برنامج الريفت في موضوع البيم واستخدامه في برنامج السينكرو برو لحتى اني ابلش ادخل واعالج المواضيع واعمل مونيتورنج اند ايفالويشن لمشروع افتراضي انا عامله بالريفت بالاضافة للبريمافيرا. اذا موضوع ال 3 دي موديلز بامكاني استخدم الهاي واي، بالنسبة للهاي واي 3 دي اند انفرا وورك. ستركتشرال بروجرام بامكاني الريفت روبوت اي تابز وات ايفر. اهم شيء يعطيني 3 دي موديل باكستنشن اسمه اللي يكون اي اف سي. اذا بامكاني اني اعمل نمذجه للمشروع تبعي باي برنامج نمذجه سواء كان المذكورات امامكم او برامج اخرى، بس اهم شيء يكون الاكستنشن تبعي هو الاي اف سي اللي بيقبله برنامج السينكرو برو. طيب الان شو هو الديزاين اناليسيس سوفت وير يوزد ان بيم اللي هي بخصوص اللي هو السكيدولينج. البرامج اللي بيتعرف عليها بخصوص السكيدولينج اللي هو في السينكرو برو اللي لو رحنا شفنا بيتعامل مع المايكروسوفت بروجكت اللي هو ام اس بروجكت. تمام، مع البريمافيرا اللي هي بريمافيرا بي 3 بريمافيرا بي 6. تمام، بيتعامل ايضا مع مايكروسوفت اكسل. الان شو الغايه منها؟ هذول البرنامجين هي البرنامجين العالميات او المعروفات في موضوع عمليه السكيدولينج اند بلاننج، وهذول هم اهم شيء يزودني بهذول البرنامجين بزودوني في ملفات عمل بخصوص السكيدولينج اند بلاننج بصيغه الدي بي اللي هو داتابيز اند الاكس ام ال اكستنشن. هذول الامتدادات الدي بي اند الاكس ام ال والاي اف سي هذول هم الامتدادات اللي بيقبلهم برنامج السينكرو برو لحتى اني اعمل او ادخل في مجال البيم. تمام، طيب الان هون استيميشن سوفت وير يوزد ان بيم. ممكن استخدم برنامج لحتى يعمل لي كوانتيتي تيك اوف اللي هو برنامج يسموه اوتوديسك كوانتيتي تيك اوف، برنامج حلو كويس. بامكاني ايضا اني استخدم برنامج السيفل 3 دي لحتى اني اطلع كوانتيتي تيك اوف، وايضا بامكاني ان ادفانس ليفل بالريفيت ممكن اني اطلع استيميشن
استيميشن لمين؟ استيميشن للكوانتيتي تيك اوف، وبالتالي اني بقدر استخدم، لانه موضوع ال 5 دي بيتعلق بموضوع الكوست، فلازم يعطيني كوانتيتي تيك اوف لحتى اني اقفز من موضوع ال 5 دي لل 7 دي during الفيسيبيليتي مانجمنت. عفوا، في عندي هون بخصوص البيم من التطلعات او الامكانيات اللي ممكن اني الممكن انه استخدم البيم الها، اللي هي في الجرين بيم، اللي هي الجرين بيلدينج، في سستينبل انرجي مثل السنلايت اند تمبريتشر كنترول، اللي هي في البيلدينج سولار ستدي، اللي هي الانرجي للبيلدينج تبعي، السولاريتي تبعته، بالنسبه للتمبريتشر تبعته كيف ممكن اني اعمل بوسيبيليتي للريوز تبعت الانرجي للبيلدينج، اللي هي كله بخصوص مين؟ بخصوص الجرين بيلدينج، للممكن جرين بيلدينج، موضوع الجرين بيلدينج وتداخلاته مع البي اي ام. الان البيم اند سستينبل ديزاين اللي هي بخصوص كمان الجرين بيم، خلينا نحكي هي عباره عن مقدمه لا اكثر ولا اقل. هون كمان في اللي هي البينيفيتس اوف بيم، البينيفيتس اوف بيم اللي هي فائده البيمز. فائده البيم مثل ما حكينا في المسارات السابقه او في بدايه في بدايات اللي هي في بدايات الشرح المحاضره، فمثلا نتعرض لها بشكل سريع، اللي هي مينيمايز بروجكت مانجمنت، faster communication and coordination, identify error early, reduce rework, reduce cost, improve quality. هاي بخصوص الخصائص او عفوا الفوائد البيم. احنا لان حكينا احنا في البدايه البيم اللي هي before building بساعدني اني اتخيله، و during اللي هي الconstruction اللي هي عباره عن monitoring and evaluation، بعدين بطلع من موضوع الديزاين اند الكونستراكشن بدخل في موضوع الاوبريشن. تمام، فمن فوائد البيم مثلا مينيمايز بروجكت مانجمنت، هي تقليل من اداره المشروع، الريسك طبعا المقصود فيها اللي هي الريسك او الهيديك تبع البروجكت مانجمنت. عندي فاستر كوميونيكيشن اند كوردينيشن، اللي هي بيساعدني على الاتصالات اللي هي وسائل الاتصال والتنسيقات مع باقي اجزاء المشروع، سواء كانت كهرباء، مدني، ميكانيك الى اخره. عندي identify errors early اللي هي مثل موضوع clash detection. عندي reduce rework اللي هي تقليل من موضوع انه عيد الشغل عيد الشغل. reduce cost لانه انا عندي موضوع ال 5D ربطه مع ال 4D. عندي improve the quality بما انه انا حصلت ايش؟ حصلت ال feasibility management. تمام؟ فالان هاي هي فوائد benefits of BIM. في عندهم بخصوص design as a life cycle model, BIM begins in the early stages of a project, designers are likely to benefit from fundamental change to the design processes and the greater certainty between design intent and the final construction and operation of the modeling. بخصوص الديزاين هو بدي احافظ لحتى ان انتم تذكروا في المشاريع شيئين بصراحه يعني مزعجات نوعا ما، في شيء بسموه شوب درونج، في عندي شيء بسموه از بيلت. الشيب دروينج هو عبارة عن مخططات التصميم لغايات التنفيذ، والأزبلت هي المخططات الذي تم التنفيذ عليه. الآن الجماعة البيم حكوا بينهم وبين حالهم بخصوص الديزاين، يعني إحنا ليش ما نخلي ما نحافظ على موضوع الشيب دروينج اللي هي المخططات التصميمية نفسها هي اللي نتابعها لحتى إنه تتنفذ وما يكون في عندي موضوع إشي بسموه أزبلت. هذا على سبيل المثال. فبالتالي بموضوع الديزاين بنفيت اوف بيمز، موضوع الديزاين اللي هي ساعدني على تتبع التنفيذ حسب التصميم المعتمد. الان في عندي هون فلو اوف داتا، امبروبر سكيدجول اوف ورك، كوست استيميتد، ديجيتاليزيشن داتا، كلاش ديتكشن بيكمز فيري ديفيكلت تو نوتس، رينفورسمنت ديتيل. هاي بخصوص مين؟ بخصوص موضوع الديزاين. الان اكزامبل فور بي ام for BIM software، بما انه احنا بنحكي عن BIM اللي هو قلب رابط لاجزاء المشروع، فعندي برنامجين مشهورات. هذول البرنامجين المشهورات هم النافيز وورك والسينكرو برو. هذول السينكرو برو والنافيز وورك هم البرامج الشهيرات في ربط اللي هي 3D 4D 5D لحتى اني اوصل لل 6D وال 7D. تمام، فانا النافيز وورك هو من اصدارات او من البرامج التي اشترتها شركه اوتوديسك، والسينكرو برو هو من برنامج هو من شركه بنتلي. فبصراحه انا اشتغلت على النافيز وورك واشتغلت على السينكرو برو، وجدت ان السينكرو برو اسهل للتعامل، افضل للفهم والادراك تبعات البيم. بتمنى انكم فهمتوا الانترودكشن تبع البيم.
واتمنى انه الموضوع سهل وبسيط. انا حبيت ابسط وحبيت اسهل في موضوع البيلدينج انفورميشن موديلنج لحتى انه ما يصيبنا اللي هي انتربت في الداتاز وانتربت في الانفورميشن اباوت البيم، فبالتالي بصير عندنا تشتت في المعلومات وبنطلع من موضوع البيم. حبيت اني ابسط هذا الموضوع، عملت هاي المقدمه بشكل بسيط وسريع لحتى انه نفهم شو يعني موضوع البيم. كثير انتم سمعتم موضوع ال 5D 4D 3D 5D الى اخره، فهي هي موضوعهم. موضوع البيم موضوع سهل وبسيط جدا، وان شاء الله بواسطه برنامج السينكرو برو راحين نحب موضوع البيم ونتعمق فيه ونبدع فيه. ويعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.